ده الكلام اللي الحقيقه كان لازم يبان، لانه حجم الاساءه للاهلي والتقليل منه. يا اخي هو الراجل بيتكلم عن الاهلي والرجاء، انت مضايق الاهلي نادي القرن قولا واحدا مش محتاجه خلاف ولا محتاجه تفاصيل، ابنك يلعب في الزمالك، ابنك يتعمل له عقد كبير دي. ابنك يسافر اكشن بونج والقضيه بتاعته محدش يفتحها، كل ده نقدر نتكلم فيه، لكن مش على حساب الاهلي، مش على حساب الاهلي، ولا انت بخسوا الناس اشياءهم. كاميرا الاهلي الحقيقه وهي في الدوحه التقت الاعلامي المغربي الاستاذ اسامه بن عبد الله اللي كان بيجادل نادر في قيمه الاهلي والرجاء مع كريم احمد، نسمعه. برحب بيك يا استاذ ابراهيم المنيسي، باشمهندس عدلي القيعي، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. انت عارفين طبعا احنا متواجدين في الدوحه وبنغطي كل الاجواء الخاصه طبعا ببعثه فريق النادي الاهلي استعدادا للسوبر الافريقي الاهلي والرجاء المغربي يوم الاربعاء في 8 مساء بتوقيت الدوحه، 7 مساء بتوقيت القاهره. لكن الحقيقه في هذه اللحظات يسعدنا يكون معنا الاعلامي المغربي الرياضي طبعا صاحب الخلق الرفيع الاستاذ اسامه بن عبد الله، اللي طبعا بنرحب بيه في البدايه وسعداء بوجود حضرتك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحياتي للباشمهندس عدلي القيعي والاستاذ. شكرا لكم وشكرا لكل متتبعي وتتبعات قناه نادي الاهلي، وشكرا واهلا بكل الاهلاويين. الحقيقه يمكن لفت نظرنا بشكل كبير جدا يعني مقوله نادي القرن، وحضرتك يمكن كان ليك دور كبير ودافعت على النادي الاهلي عن حق الحقيقه طبعا، لان معايير الكاف لا اختلاف عليها الحقيقه طبعا يا استاذ اسامه. النادي الاهلي نادي القرن فعلا؟ ما فيش شك، ده واقع. انا هناك الفرنسيين يقولون مقولة شهيرة وجميلة، الأرقام عنيدة. الأرقام ما فيهاش تحليل، الأرقام هي أرقام، والأرقام الحالية تقول بأن النادي الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا إفريقيا، أحببت أم كرهت. هل نقدر نشكك في معايير الكاف واختيار النادي الاهلي كنادي قرن بعد البطولات والقامات الكبيره وكرمز مثلا زي الكابتن محمود الخطيب وكل رؤساء النادي الاهلي؟ الحقيقه امر مهم جدا حابين نستفسر منه من خلالك يا استاذ اسامه. لا، هو النقاش كاين قبل 2000، اظن ان نادي الزمالك كان فايز بثلاث عصب مقابل عصبتين النادي الاهلي، وبالتالي هذا مش الدليل الوحيد باش نقولوا ان الزمالك احسن من الاهلي. فتنظن في بطولات مصر الاهلي فايز اكثر، تنظن الشعبيه تقارن الان بالسوشيال ميديا الاهلي اكثر شعبيه، وبالتالي حتى الرجاء في 2000 كان فايز بثلاث القاب، ونهايه 2002 بين الزمالك والرجاء من كان سيفوز بهذا اللقب كان يفوز باللقب الرابع، وبالتالي يكون الصف الاول. ولكن جاي البوتريكا بعد ذلك فاز بست القاب، فما يمكنش نزول جاي البوتريكا هذه الاحقيه. جاي البوتريكا فاز كذلك في معظمه بثلاث كؤوس افريقيا للامم، وبالتالي اصبح النادي الاهلي لا يناقش الان. اذا كان النقاش وارد في 2000 ففي 2021 النقاش مش وارد، مع كل احترامي لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك. بحال اللي قلت له لنادر في المجلس، انا مصاوي يعني احب المغرب الفاسي، وكنت واتمنى ان يكون المغرب الفاسي هو نادي القرن المقبل، لكن الواقع هو ان النادي الاهلي هو نادي القرن. يعني راجل طبعا حتى في الاحصائيات يعني حتى بيفترض انه اللي تبنى وجهه نظر الكابتن نادر اللي هو عايز يحط معايير تخصه، يعني هو مش عارف يفرق بين نادي القرن، ها، فعايز يقول لك انا كسبت والسبعه والتسعه والكلام الفرق ده مجموع، ده كلام بره التصنيف. لكن كمان حتى في تصنيف الجماهير الاخ نادر السيد قال في هذا المجلس العربي كلام نشوفه. مين حبيبك في الزمالك؟ بابايا وعمي. باباك وعمك هم اللي حبوه في الزمالك. مين اكتر؟ لما تحب ابو تريكه؟ ايوه طبعا. اخي اهلاوي. لا يحب ابو تريكه، كلنا بنحب ابو تريكه صح؟ فيلم زملكاوي. لا كلنا بنحب ابو تريكه، انما زملكاوي زملكاوي. بتشجع الزمالك حتى الزمالك لما بيكسب وبيخسر صح؟ ايوه، يعني هم برضه احنا منتخب واحد يعني برضه. انت عارف ايه الفرق ما بين الزملكاوي والاهلاويه؟ مفيش فرق، كل واحد منتخب. اقول لك الفرق ان الاهلاويه بيشجعوا الاهلي عشان بيكسب، ماشي، والفرق الزملكاويه بيشجعوا الزمالك عشان يكسب. فاهم؟ جاهز صح. عشان كده هتلاقي دايما الزملكاويه ورا الزمالك سواء بيكسب او بيخسر، انما الاهلاويه نص نص صح ولا غلط؟ يعني يا كابتن نادر اديك قلتها، يبقى انت رحت النادي الاهلي عشان بيكسب، ما استنيتش في الزمالك عشان يكسب، لانك ما تعرفش تكسبه.